على الجذور، وبالتالي هذا الجذور على اساسها ايضا كننميو العلاقات ديالنا مع الدول الجوار ومع الدول الافريقيه اللي حنا مكون من المكونات ديال هذا القرار. غير هو يعني الغريب في الموضوع هو في الحقيقه ماشي غريب اننا نعفيو مثلا الدوله ديال مالي من المساهمه. بالنسبه لنا هذا الدعم ديالها واجب كما كندعموا الدول الافريقيه كاملين، ولكن التكلفه في الحقيقه ديال هذا المشروع هي اللي شي شويه كطرح التساؤل. واش التكلفه كامله؟ يعني بالنسبه لي انا التعليل ديال التكلفه هو اللي كنطالب به الان. قدمت توضيحات على الاقل، باش ما نقول حتى شي، باش ما نسميها حتى شي حاجه اخرى وما نوصفها حتى بشي حاجه اخرى، ولكن على الاقل تقدم لنا التوضيحات شحال واش هاد التكلفه كلها يعني لفائده الذين سينجي الجهه التي ستنجز يعني هذا العمل، او لا عدد النسخ اللي غادي يدار، او لا هادشي كله في الحقيقه خاص تقدم فيها توضيح، والا ما يمكنناش بقى نصرفوا على اتفاقيات اللي ما يعني ما فيهاش تفاصيل على تفاصيل مقنعه على التكاليف اللي او على المساهمات اللي احنا مطالبين بها. تكلمت على تنبوكتو كنقطة ضوء التاريخ ديال افريقيا بشكل عام، وكمركز حضاري وعلمي يعني يشهد له التاريخ، وبالتالي احياءه وتقديم يعني هذا الدور المهم اللي كان كتقوم به تومبوكتو في مرحلة من المراحل، كيظهر لي هذه من الأمور المفروض أننا نقدموها. تومبوكتو طبعا حينها كانت من المواقع اللي كيجبها المواطنين ماشي من كافة الأخطار ديال إفريقيا، بمعنى استثمار ديال هذه المسألة تجي بهذا السياق، فهذا السياق ديال إشعاع ديال هذا الموقع، ثم يعني لما نقولوا كيف يستثمر هذا الإشعاع التاريخي، وكيف ينبغي إعادة يعني هذا الإشعاع سواء المعاملات ما بين الجهه الشرق وهذا ومخصص لهذا المبنى هادشي كثير. الاخوان المنتخبين في الحلقه اولا هادشي ما يعنيش باننا كم من محطه كنبنيو على الوكاله الانعاش التنميه الاقتصاديه الاجتماعيه المساهمه ديالها والمشاركه ديالها مع الجهه مع عدد الشركاء فالعدد تاع المجالات. ولكن الاخوان لنكون صرحاء دابا حنايا غير ولا كرهنا فواحد الازمه خانقه هي الازمه تاع كورونا. باش يقتنعوا الراي العام يقتنع باننا غادي حنا كمجهه نساهموا 125 مليون سنتيم في هذا المشروع، انا يظهر لي ماشي وقته. ما درءا لكل من القيل والقال هادشي مهم، ممكن تجي ظرفيه اخرى ونساهموا اكثر من هادشي في واحد العدد تاع المجالات في هاد المجال في الصح في هاد الساعه. اذكر الاخوان الكسابه عندنا في اكرام بوعفا في يخي مزراده ماشي كيبغى الدعم، بغى هو يبيع ديك النعجه ديالو ما صار باش يمكنها. دابا انت تجي وتقول له ودي انا بدي هادشي مفيد ولكن ماشي وقته. إذا ما خصناش نكون باش نكونوا صرحاء حنا كمنتخبين في هذا الكتاب كان دائما كنهضروا على ترتيب الأولويات. أنا هذا 125 مليون إذا مشيتوا نعاونوا بها دابا الفلاحة في إقليم بوعرفا فيكي لهذ الكسابة في إقليم زرابة باش يخرجوا من هذه الأزمة في هذا الجفاف، أنا في هذه الساعة كنقول هذه أولوية. رغم أن هذا المشروع راه مهم ماشي مهم، ولكن في الأولويات دابا حنا في ضائقة بغينا ولا كرهنا، عندنا ضائقة
ويعلم الله دابا الان من اليونيوم من الاخر هذا الولايه هذه شغيوقع من هذه الازمه الخانقه اللي كيجيو العذاب تاع الناس اللي في عقمه الكي اللي راه ما عندوش قوت يومي، راه واحد العدد تاع المهن انضفرت، راه ربما خصنا نحسوش في المواطنين. اذا هذه رساله ماشي في بلاصتها. دابا سبحان الله شوفوا راه حنا كما قال كمعارضه في واحد العدد تاع الاتفاقيات، وانا اللي زرت الوكاله الانعاش وشفت الصراحه الكتب اللي تصدرات والجهد المقدر ما نفيش هذا الشيء، ولكن في هذه الوقيته ماشي هذه الرساله اللي خصنا نرسلوها كمجيجيه. هذا 125 مليون ماذا بينا السي هذا الاخوه تاع الوكاله جابوا لك 125 مليون ونصبوا هذا 250 مليون في واحد الاتجاه تاع دعم هذا المقاولين الذاتيين ولا تاع الشباب ولا تاع التشغيل، ونقولوا ودي هذه ظرفيه خاصه، وان شاء الله من بعد تفوت هذه الفتره هذه ممكن اننا هذا المشروع طموح ومهم نقدروا نساهموا فيه. وشكرا. الجنوب في التعاون ديال المجال ديال الثقافه، ولكن المحتوى ديال هذه الاتفاقيه اللي عندها كلفه ماليه ديال 250 مليون سنتيم، وفي الاخير يمكن انجاز كتب او كتاب، هذا كيظهر لي ان مسألة غير متفق عليها، خصوصا أننا نعيش واحد الأزمة ديال الجائحة اللي كتلزمنا باش نشوفوا الأولويات كما قالوا الإخوان. وهاد الاتفاقية كما هاد النوع في الوقت الراهن والأزمة الاقتصادية اللي كتعيشها البلاد كتجعلنا في واحد الموقف ديال التناقض، خصوصا وأن وزارة الداخلية تحط الجماعات الترابية على ترشيد النفقات إذا أنا أظن أن هذه الاتفاقية ماشي وقتها، ما علينا غير نأجلها كما قال سي الهامل. هاد 125 سنتيم ديال مليون سنتيم كاين بزاف ما يدار فيها. وشكرا. بعد 3 سنوات أو 4 سنوات من التعاقد والتؤامة اللي مضيناها مع 5 أو 6 جهات إفريقية والمقبل الآتي خاصة ما يتعلق بجهات من كينيا وموريتانيا في الدورات اللاحقة، قلنا لابد من خرجوا من ذاك الكلام الفضفاض ديال أنه نوقعوا توأمة تعزيز الروابط دعم هذا دعم التبادل إلى آخره، المناظرات نمشيو عندهم يجيو عندنا يعرضوا علينا نعرضوا عليهم نحضروا في الفوروم يجيو الفوروم. قلنا نخرجوا من هذاك الكلام الفضفاض، كان اثير حوله النقاش افارقه، قلنا نبداو بالخط، كان اثير نقاش ديمقراطي صحي. ولكن اللي ناكد لكم اليوم المجال ولا بغيتو المره الجايه نقدموا تقرير على ما ادت اليه هذه المبادره البسيطه، انه كنا معولين عندنا 3 مليون ديال الدرهم في التاير ما خسرناش فيها حتى 80 مليون، لانه حتى العدد ما استطعناش مع الكوفيد الى اخره اننا نوصلوا 150، بقينا في حدود 80 تقريبا طريق افريقي من 5 جهات. ولكن الاثر ديالها في مختلف المحافل الافريقيه ما يمكنكمش تعرفوا الاثر ديالها. اكثر من ذلك احنا عطينا 80 مليون وربما 80 في الشطر الثاني، استطعنا بفضل اعضاء المكتب والجهد ديالهم والاداره ديال المجلس انه نكونوا الجهه الثانيه اللي استفدت من صندوق التمويل الافريقي، واستطعنا ردينا 280 مليون، يعني احنا عطينا سبحان الله تعطي باليد وكترجع. علاش ردوا صندوق التمويل الافريقي؟ لانه اعتبر هذه المبادره ديال المنح مبادره مهمه يجب تعزيزها وكذلك ارجاع الاقساط اللي ساهمت بها الجهه للجهه، وبالتالي الجهه استطعت انها تسترد جميع الكلفه اللي قامت فيها فيما يخص المنح للطلبه الافارقه. المبادرة الثانية هي هذا الشيء اللي كنهضروا عليه، دار افريقيا والكوتشينغ. اسكو بغينا وجدة تكون عاصمة جامعية افريقية بامتياز. الحمد لله أكبر جالية ديال افريقيا كاينة في جهة الشرق، وكنعاونوهم كندعموا جميع الطلبة الأفارقة في مختلف المنتديات ديالهم، كندعموهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أجل أنه وجدة تكون واحد المدينة جامعية بامتياز اللي كتحظى بواحد التعايش وواحد الاستقطاب ديال مختلف الطلبة الأفارقة. آخر نقطة درناها هي هاد الشيء عاوتاني ديال الكوتشينغ اللي في عوض ما يبقى مركز التميز غير في وجدة، الحمد لله الآن
في كاولاك مستعدين انه نقلوا التجربه للناوا ثم الكاي الى اخره. هذا المجلس زار مالي مختلف الاعضاء، وكان الفريق اللي مشى مالي كان فريق متعدد، كنا في 7 أو 8 أو 9 ديال الاخوان، ورجعنا كاملين بمختلف مشاربنا السياسيه بالقناعه انه هذاك التعاون اللي عندنا مع مالي ما يكونش تعاون غير في الفاضي، حنا غير جينا عندكم باش غير نتناقشوا. قلنا خصنا نوصلوا معاهم لدعم اجتماعي، لدعم في مجال التعليم، لدعم في مجال مولود الماء الشرب، انه مؤشرات ديال التنميه ديال مالي للاخوان كيقول لك علاش ما درتوا شيء المساهمه ديال طنبوكتو ولا علاش ما درتوهاش. انتم كتعرفوا الوضع اللي كتمر منه الشقيقه مالي والوضع ديالها، وبلي انه راه واحد الدوله اللي واحد الوقيته كانت مستعصيه على المملكه المغربيه، والحمد لله بفضل مختلف المبادرات الملكيه على وجه الخصوص الحمد لله الان العلاقات في احسن ما نكون. من هنا جاء الموضوع ديال توطيد العلاقات الثقافيه مع مالي. لا يتعلق الامر بكتاب نقوم بسطو الامور غندير واحد الكتاب 25 من اولا، يتعلق الامر بصفقه عموميه مفتوحه دوليه هي اللي غادي تجي ضمن دفتر التحملات. ثانيا يتعلق الامر مكتوبه هنايا انه هذا العمل يتضمن ملتقيات، تنظيم ندوات، تظاهرات راميه الى تحقيق اهداف ديال الاتفاقيه اللي هي للرقي العلاقات اللي كانت تاريخيا مع مملكه طنبوكتو ولا امبراطوريه طنبوكتو، واللي كانت كتستمد الامور ديالها التجاريه من طرف الشمال الاخر، وقلنا غادي نجيو نذكروا بهذه المعطيات. وبالتالي اللجنه التقنيه ما غتقتصرش على كتاب وصور ونقزموا الامور ونبداو نبخسوا العمل، بل اكثر من ذلك كنقولوا يتعلق الامر بتعبئه مؤرخين اثنين، واحد مالي واحد مغربي، ثم انثروبولوجيين اثنين، واحد مالي واحد مغربي، ثم مصورين محترفين من مالي ومن المغرب، وليهم معرفه هادو درايه بتاريخ الجهه ومؤهلاتها الثقافيه والتاريخيه من اجل اعاده الاعتبار لهذا الارث التاريخي المهم. بالتالي اللي كنتاسفلوا هذا الموضوع بعدا باش نكون للصراحه والتاريخ، انا اللي كنشرف عليه، اللي شرفت عليه انا شخصيا، اللي شرفت عليه مع السيد باركي، وجا في اطار واحد الاهتمام ديالي خاص بالعلاقات مع مالي، لانه انا اللي كنت قصد الوفد المالي في اطار النقاشات ديالنا والمشاورات ديالنا معهم على الهجره، ثم انا اللي كنت وسيله باش استطعنا انه نوقعوا اتفاقيتين مع جمعيه مع جهه كايز وجمعيه طنبوكتو، واللي الان علاقات بيننا وبينهم علاقات تاريخيه متينه، والطلبه ديالهم اكثر من 10 ديال الطلبه ماليين كيقراوا في جامعه ديال الملك الاول بتمويل من جهه الشرق. وبالتالي في نفس الوقت لانه الاخوان قالوا لنا اودي كاع الامور اللي نقدروا ناجلوها نقدر نفهمها، ولكن اللي جاتني شويه زعما واش هذا الكوفيد غادي يكون ذريعه ديالنا نحبسوا جميع العمل ديالنا؟ لا حق حق هذا 125 مليون غادي نعطيوها صحيح، راه هذا نقاش، هذا نقاش كبير نقدروا نفتحوا فيه نقاش على اكثر من مستوى. واش هاد الطريق مثلا اللي غادي نديروا بهاد الطريق، هاد الطريق ماشي احسن نديروا بها واحد 500 كيلومتر ديال البيس؟ واش ماشي احسن نديروا بها الماء؟ كاين تراتبيه، البعد الثقافي، البعد البيئي، البعد التنميه المستدامه، البعد ديال التعاون المركزي، البعد ديال التبادل، نقل الخبرات حتى هو بعد اساسي. واش المعرض الكتاب ماشي مزيان؟ واش المعرض السينما ماشي مزيان؟ واش المعرض الجهوي ديال الاخر في هاد الظرفيه ما خصناش نديروها؟ حنا كنفكروا في المكتب بصدق ان المعرض ديال الاقتصاد التضامني والاجتماعي هذا العام يدار في كوفيد ولو بطريقه افتراضيه، انه هو مجال ديال التسويق ودعم التعاونيات بطريقه غير مباشره، ولا نرجعوا ما نديروا والو ونبقاو نقولوا لا راه كوفيد هاد الفلوس غادي نعاونوا بهم الكسابه، ولا غادي نعاونوا بهم الفلاحه، ولا غادي نعاونوا بهم الصياده، ولا غادي نعاونوا بهم الطلبه، ولا غادي نعاونوا بهم الناس اللي في حاله اعاقه. يعني ما بغيتش الاخوان نبعدوا النقاش اكثر منه، هذا اجتهاد صادق نابع عن قناعه ان الموضوع ديال التعاون المركزي وديال الامتداد ديالنا في الجهات الافريقيه ما يمكنش يبقى حابس كلام فضفاض كنسنيو كنوقعوا ويجي عاطيني مجلس اخر كيكتب لهم، خصنا نوصلوا نوثقوه بتظاهرات بكتب بتبادل
بمشاريع مشتركه اللي ما توفقناش فيه هي انه نوصلوا لواحد النوع من العمل المشترك في المجال الاقتصادي ولكن تبدو يتبلغوا في المستقبل القريب ولكن ما ناخذوش بطريقه العاب لانه حنا كنضيعوا المال او كنضيعوا الوقت ابدا وراه جهه الشرق هي اللي الحت على وكاله تنميه الشرق باش تكون شريك باش الكلفه نقتسموها ماشي وكاله تنميه الشرق اللي الحت على مجلس الشرق في اطار تنزيل الخلاصات ديال الفروض التسعيديه ديال التعاون المركزي واللي كان من اهم المخرجات ديالو هي صياغه وتوطيد الروابط الثقافيه مع جهات اخرى. الان هذا هو الراي ديالي قلت بكل صدق بكل امانه ما في حتى شي خلفيه معينه درءا للشبهه حنا خدمنا الوكاله ديال التنميه ديال الشرق هي اللي تقوم به لانه عندها مراقب ديال الماليه عندها خبره في هذا المجال مساهمه ماليه ان اعترف الاخوه انه نأجلوا النقطه او نلغيوها لهم واسع النظر بكل امانه بكل مصداقيه وما عندها حتى شي خلفيه معينه. شكرا لكم.